دخل الملازم أول رغيد التطري عامه 41 في معتقلات النظام السوري، متنقلاً بين سجون إدارة المخابرات العامة والمزة وتدمر وصيدنايا وعدر المركزي، انتهاءً بسجن السويداء. اعتقل التطري للمرة الأولى في عام 1980 لأنه رفض ضرب مواقع في محافظة حما مع 3 طيارين آخرين، إذ لجأ حينها قائد السرب وطيار آخر إلى الأردن، بينما عاد رغيد وصديق له إلى القاعدة الجوية في حلب دون أن تنفذ الغارات الجوية، ووجهت له تهمة عصيان الأوامر، إلا أن المحكمة برأته من التهمة، وذلك استناداً إلى كونه ضابطاً صغيراً نفذ أوامر قائده بعدم تنفيذ عملية الاستهداف، ولكن المحكمة سرحته من الجيش. سافر رغيد إلى الأردن في عام 1980 إثر تسريحه من الجيش، وبقي فيها 8 أشهر، لينتقل بعدها إلى مصر، وقدم لجوءاً لدى مفوضية الأمم المتحدة، لكنه لم يلقى قبولاً. اندلاع أعمال عنف في مصر بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات وضيق الحال أجبر رغيد على العودة إلى دمشق. وفي 24 من شهر تشرين الثاني عام 1981 اعتقل رغيد في مطار دمشق الدولي فور عودته من مصر. التطري من مواليد دمشق، في 25 من شهر كانون الأول عام 1954 التحق بالكلية الجوية عام 1972 وتخرج منها في عام 1975، وقد خدم في عدة أسراب فيها. قارب عمره اليوم 66 عاماً، وقد دخل السجن قبل أن يتم عامه 27. أودع رغيد لدى إدارة المخابرات العامة في 24 من شهر تشرين الثاني عام 1981، ونقل إلى سجن المزة العسكري بدمشق في 1 من كانون الثاني عام 1985، وقد بقي فيه حتى 21 من شهر أيار عام 1986، وهو اليوم الذي دخل فيه سجن تدمور العسكري، أحد أسوأ السجون السورية السيئة الصيت. وبقي في سجن تدمور حتى 24 من شهر آب عام 2000، ونقل بعدها إلى سجن صيدنايا، حيث شهد أحداث العصيان الذي بدأ في 5 من شهر تموز عام 2008 واستمر 8 أشهر. ألغت حكومة النظام السوري قانون الطوارئ بعد المظاهرات الشعبية التي شهدتها معظم الأراضي السورية، وقد تم نقل التطري إلى سجن عدر المركزي في 27 من شهر آب عام 2011، ثم إلى سجن السويداء في 2 من شهر نيسان عام 2016، وقد حرم التطري من رؤية ابنه الوحيد وائل حتى العام 2005 حين رآه للمرة الأولى. وصف من قابل التطري من بينهم مؤسس رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا دياب سرية بأنه عزيز النفس يرفض أن يطلب من إدارة السجن أي شيء، كما أنه لا ينادي الضباط بكلمة سيدي، وقد رفض اللباس الجزائي الذي تفرضه إدارة سجن عدرا، وهو ما قوبل من قبل إدارة السجن بمنع الزيارات عنه. وكما روي أيضاً عن رغيد أنه يعشق الشطرنج، إلى جانب براعته في الرسم وصناعة مجسمات من عجينة الخبز. هل تعرف سجيناً آخر قصته مشابهة لقصة رغيد؟ اذكر لنا اسمه في التعليقات.